السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا اليوم في وصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد الوصفه رمضانيه بامتياز، واللي هي خليه النحل، معروفه في عده دول العربيه. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها. كتجي وصفه جد لذيذه، وهي كذلك وصفه سهله واقتصاديه. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا بالنسبه للعجين واحد 3 سلايف ديال الدقيق، سلايف يعني متوسطين او ما يعادل واحد 420 غرام ديال الدقيق الابيض العادي. عندي بيضه، قبيصة ديال الملحة أو واحد ربع معلقة صغيرة ديال الملحة، ثلاثة ديال المعالق كبار ديال الحليب بودرة ما يعادل واحد 50 غرام، ثلاثة المعالق كبار ديال السكر سنيدة أو ما يعادل 60 غرام، معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلوة الكيماوية أو البيكنج باودر، معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال العجين أو خميرة الخبز أو ما يعادل ما بين 8 إلى 10 غرام، واحد ربع كاس صغير ديال زيت الزيتون تقريبا فيه واحد 45 غرام تقريبا. عندي الماء كاس ديال الماء دافي واحد 200 غرام. صافي كنظن بان هذه هي المقادير ديال العجينه. بالنسبه باش غادي ندهنوها باش يعطينا داك اللمعان، كندهنوها بصفر بيضه مع معلقه كبيره ديال الحليب ومعلقه صغيره ديال السكر، كنزينوها بالزنجلان الابيض وهاد حبه السوداء او حبه البركه. بالنسبه للحشو ديال دوك الكويرات ديال خليه النحل، انا اختاريت هنا جبن الفيتا، يمكن لكم تستعملوا الجبن مربعات كذلك النوع اللي بغيتوا، انا استعملت هنا جبن الفيتا. بالنسبه للسيرو او داك القطر باش غادي نسقيو هاد خليه النحل، كيتكون من 200 غرام ديال السكر سنيده، 100 غرام ديال الماء بحال هكا، كنسمو بشويه بواحد المعلقه كبيره ديال العصير الحامض وكذلك بما الزهر. دونك هذه هي المقادير ديال الوصفه ديال اليوم. ندوزو دابا على بركه الله لطريقه التحضير. اول حاجه غادي نبدا فيها هي بطبيعه الحال العجينه. في البول ديال العجانه او في اي اناء واسع فاش غادي نعجنو، كندير اول حاجه الدقيق، كندير واحد ربع معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه الكيماويه او البيكنج باودر، كنضيف كذلك داك السكر سنيده ثلاثه المعالق كبار، الحليب بودره او غبره، هذا يعني بحال اللي كتشوفوا خلطنا الحوايج اللي هما ناشفين، كنحركهم مزيان. بعد ما خلطنا النواشف بحال اللي قلنا كاملين، كندير واحد الحفيره في الوسط، كنزيد ديك الخميره ديال الخبز الطريه بحال هكا في الوسط، كنزيد عليها شويه ديال الماء دافي من داك الكاس اللي عندنا، كندير واحد شويه الماء دفيتو ما يكونش ساخن بزاف، لان الا كان سخون بزاف كيفقد لنا المفعول ديال الخميره. دابا غادي نزيد الزيت النباتيه وكذلك غادي نزيد ديك البيضه. ها هما دونك العناصر كاملين. دابا غادي نبقى نزيد في الماء دافي بشويه بشويه، وانا كنعجن سواء بالعجانه اولا باليد. عجننا مزيان هذيك العجينه بطبيعه الحال، الكميه ديال الماء اللي عطاتكم كتكون تقريبيه على حسب النوع ديال الدقيق، تقدروا تحتاجوا اكثر ديال الماء او اقل. على كل حال الا شفناها جاريه بزاف كنزيدوا لها شويه ديال الدقيق، شفناها قاسحه بزاف راه كنزيدوا لها شويه ديال الماء دافي. دونك العجينه ها هي تعجنت مزيان، كنعجنوها سواء في اليد او بالعجانه واحد المده كافيه حتى كتولينا على هذا الشكل. شديت هذا الاناء او بول، دهنته بشويه ديال الزيت. دابا غادي نغطي على هاد العجينه ونخليها تخمر لواحد المده ديال ساعه او حتى يضاعف الحجم ديالها. في هاد الاثناء هذه على بيد ما هذيك العجينه كتخمر، غادي نديروا القطر او السيرو باش منين غادي نخرجوا لخليه النحل غادي نسقيو به. كندير السكر، كندير الماء، كنخليهم على درجه حراره متوسطه حتى يبداو شويه كيغليو ونحسوا بداك السكر دار، عاد نزيدوا لهم العصير الحامض ونسمهم شويه ديال الماء زهر. ملي كيذوب هذاك السكر وكيبدا الخليط في الغليان، كنقصوا عليه النار، نغطوها نار هادئه، وكنزيدوا العصير الحامض تقريبا واحد المعلقه كبيره، وكذلك يمكن لينا نسمو بشويه ديال الماء الزهر اولا عويد القرفه كيف ما بغينا. كنخليه على نار هادئه واحد المده تقريبا ديال 5 حتى 10 دقائق وصافي، كنحيدو من فوق النار وكنخليه كيبرد تماما باش نسقي به خليه النحل. من بعد مدات تقريبا واحد ساعه حتى ساعه ونص استخمرت لنا العجينه يعني على حسب الجو. غادي نشدها نديرها فوق سطح العمل، نضربها بحال هكا شي شويه باش تحيد من هذاك الهواء، و
ودابا غادي نديرها على شكل كويرات تكون متساويه الحجم. حنا بحال اللي قلنا كنقسموها على شكل كويرات متساويه الحجم، تقريبا واحد 30 غرام تكون فيها على هذا الشكل هذا، بحال هكا تقريبا واحد 30 غرام. غنكوروهم تنساليو الكميه ديال العجين كامله اللي عندنا. من بعد ما كورت هذيك الكميه ديال العجينه كامله اللي عندي، هما الكويرات هما عندي واجدين. بطبيعه الحال دائما كنديروا لهم باليد ديالنا بحال هكا باش نحاولوا نعطيوهم منظر يعني هكا مكور. دابا غادي نبداو في عمليه الحشو. بالنسبه لعمليه الحشو كنشد كويره من هذوك الكويرات، الاخرين كنغطيهم بالبلاستيك الغذائي باش ما يبسوش. كندير لها بحال هكا، غندير في وسط منها واحد القطعه ديال الجبن ونعاود نسدها ونغطيها على شكل كره ونكورها بحال هكا. كتولي لي بحال اللي كانت عندي من قبيله، غير دابا ولات فيها الحشو. احنا دابا في الصفيحه اللي اختارنا نديروا هاد الخليه النحل اولا مول، عندي راه مول بحال هكا، غندهنوه بالزبده وغادي نبداو نديروا دوك الكويرات اللي عمرناهم بالجبن. انا عندي جبن فيتا، يمكن لكم تستعملوا اي جبن. كنبداو نديروهم كويره حدا كويره هكا ملاصقين، ما نخليوش بيناتهم الفراغ على هذا الشكل هذا حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي. على فكره واحد الملاحظه بالنسبه للناس اللي عندهم دراري صغار مثلا وما كيبغيو لهمش يكونوا معمرين بالجبن، يمكن لكم تعمروهم اما بالشوكولاط هذاك ديال الدهن، اولا تشدوا 50 مليلتر ديال القشده الطريه السائله تسخنوها، ومن تسخن مزيان تحيدوها فوق النار وتزيدوا عليها 50 غرام ديال الشوكولاط الاسود بحال اللي درت انا هنايا، وتخليوه في الثلاجه يبرد مزيان حيت في الاول كيكون سائل، غنخليوه يبرد. وغادي نديروه تقريبا واحد نص معلقه في كل وحده، وغادي نكورو ونسدو بحال الطريقه الاخرى اللي درنا قبيله. من بعد ما كملنا الكميه ديالنا كامله بالحشو سواء بالجبن او بالشوكولاط بحال اللي ورينا لكم، كنبقاو غاديين بحال هكا وحده حدا وحده حتى كنكملوا الكميه كامله. دابا غادي نغطيها بشي بلاستيك غذائي وغادي نخليها كتعاود تخمر واحد 20 حتى 30 دقيقه ونعاود نتلاقاو باش نكمل. من بعد ما خلينا ديك خليه النحل بعد ما شكلناها عاودت تخمرت تقريبا واحد 20 دقيقه حتى نص ساعه، كندهنوها دابا بصفر بيضه مطرب مع شويه مع معلقه كبيره ديال الحليب ومعلقه صغيره ديال السكر. كنكونوا مسخنين الفران على درجه حراره متوسطه 170 حتى 180 درجه، كنشعلوا الفران غير من التحت يعني كان باش طيب لنا خليه النحل من التحت، وتنحسوا بها طابت من التحت كنشعلوا لها من الفوق غير شويه باش تحمر لنا من الوجه. من بعد ما دهناها كنديروا الوجه، نرشوا الوجه ديالها بحبه السوداء او حبه البركه، وكذلك بشويه ديال الجنجلان الابيض. ودابا صافي بحال اللي قلنا غادي ندخلوها للفران كيفاش ما شرحت لكم في الاول، غير من التحت حتى طيب ومن بعد عاد نشعلوا ليها الفوق باش تحمر. ها هي خليه النحل وجدات، من بعد ما طيبناها من الجهه التحتانيه حتى طابت، من بعد كنشعلوا عليها في 5 دقائق الاخرى كنخليوها كتحمر. القطر اللي كنا درناه او السيرو خليناه حتى برد، وغنكبوه عليها دابا بحال هكا. القطر بطبيعه الحال كيكون برد. الوصفه ديال خليه النحل هي واجده، نتمنى انها تكون عجباتكم وانكم تجربوها. اي تساؤل او استفسار انا في الخدمه، ما كاين حتى شي مشكل. ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وكذلك اذا عجبتكم القناه انكم تشتركوا فيها، انا في انتظاركم. شكرا بزاف، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.